أود في بداية كلامي أن أذكركم Brothers, don't go far. In 20 minutes, we're going to make the qiyam. About 3 o'clock, sharp, come back in here. I don't want to go after you in the parking lot. Assalamu alaikum. أود أيها الإخوة الأفاضل في هذه الدقائق المعدودة أن أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته وأن نخلص النية لله عز وجل فيقول حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيش؟ إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أن تخلص النية لله عز وجل إيمانا به وأن تثق بموعود الله جل وعلا واحتسابا للأجر أن يكون أمرك كله لله إن شاء الله أيها الإخوة الأفاضل في هذه الدقائق المعدودة سنتناول موضوعا مهما جدا ألا وهو فاتحة الكتاب والسبع المثاني والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له فاتحة الكتاب هي الحمد لله رب العالمين وكثير من الناس يلحن بالفاتحة وعند كثير من أهل العلم أن الفاتحة ركن لا تسقط إلا بالجهل إنسان ما مش عارف تعلم لكن الإنسان إذا كان بيقدر يتعلم وجب عليه تعلم الفاتحة فهذه الفاتحة هي السبع المثاني والشافية والكافية كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن هو كلام الله جل وعلا المنزل بواسطة جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المنقول إلينا بالتواتر المكتوب بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس فإن شاء الله عز وجل أنا لن أجبر أحدا منكم على قراءة الفاتحة أمامي لكن سنقرأ الفاتحة سأقرأ الفاتحة وأنتم تعيدون من خلفي ليس تكبرا في العلم كما قال أحد السلف لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي العلم لن ينال من في قلبه كبر أو مستحيل أن يقرأ الفاتحة أو أن يتعلم شيء من أمور الدين وركزت على موضوع الفاتحة لأن الفاتحة يا إخواني الكرام ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة عند كثير عند جمهور العلماء إلا بقراءة الفاتحة والذي أذن الله عز وجل كما قالت أم عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب إيش فصلاته خداج خداج ايش يعني اخواني؟ تعرفوا الولد اللي بيكون خداج؟ اللي بيجي قبل موعده ناقص فصلاته خداج اي ناقص وفي روايه نعم اي بالضبط مش مستوي والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر قال من لم يقرا بفاتحه الكتاب فلا صلاه له فان شاء الله اخواني الكرام اقرا الفاتحه وانتم تعدون بصوت مرتفع وكما قال عليه الصلاه والسلام ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده رجل يأتي لحاجة من حوائج الدنيا جاء يلفات في المسجد استنى صديقي فلان من الناس والشيخ قاعد بدرس بيحكي فجلس على طرف الحلقة وينتظر هذا الأخ حتى ينتهي ويطلع معه فيقولون الله عز فيقولون الملائكة لله وهو أعلم بحاله يقولون يا رب إن فيهم عبدك فلان جاء لحاجة من حوائج الدنيا قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت بالله عليك وإذا هذا الله عز وجل غفره كيف اللي بيكون جالس في هذا المجلس نحتسب يا اخواني هذه المجالس العظيمه نحتسبها عند الله، لا يستكبر انسان حتى لو يسامع هذا الكلام لان اتكلم انا اعرف ان هناك من هو اعلم مني واتقى مني وكذا، لكن مجرد جلوسك في حلقه من حلقات العلم تنال رضوان الله عز وجل. فان شاء الله اخواني الكرام اقرا الفاتحه بس الفاتحه ونستمع للي بده يجي يقراها امامي ما في مشكله حتى نصحح الفاتحه.
أقرأ الفاتحة وأنت تعيد القراءة. أنا خايف إنه فيش في فيش من الأخوة من حتى السالفة فاهم علي. So very quickly, Imam he just explained about, he's talking about the Fatiha and the importance of the Fatiha and how in order for your Salah to be accepted, in order for the Salah to be complete, you have to make sure that the Fatiha has been recited correctly, the way that Rasulullah told us how to recite it. So what he's going to do is, inshallah, he's going to recite the Fatiha. And he's expecting all of us to recite it back to him loudly. And if there's any volunteers that's willing to come forward and recite in front of everyone, and just making sure that if he finds any mistakes or anything, he can correct. He's doing this not out of arrogance or any kibriya. He just wanted to make sure that this is a halaqa, and inshallah we all get the benefit, inshallah, being doing some sort of a dhikr in front of the malaika with the angel who can witness what we are doing, and inshallah take it amazing. في إخواني الكرام الآن أنا سأبدأ بقراءة الفاتحة والكل يرد خلفي في الله يجزيكم خير ممكن بلش هسه طيب لا مش مشكلة هذا القهوة عشان نظل مصحصح طول الليل الله المستعان نحتسب النية لله عز وجل أن يكون هذا المجلس خالص لوجه الله في هذه الليلة الفضيلة أن الله عز وجل يتقبلنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة وأن ينظر لنا نظرة رحمة فيعتقنا جميعا من النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدي على قلب رجل واحد معلش مش واحد يسبق الثاني بدنا كلنا نقرأ مع بعض معلش هي الفاتحة تأخذ 4-5 دقائق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين انتبهوا للإظهار في قلب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله كلكم غراء ان شاء الله تبارك الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ركز على كسرة مالكي مالكي في ناس يقول مالكي يوم الدين هذا خطأ شائع منتشر مالكي يوم الدين مالكي يوم الدين الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه الإمام القراء كان يقول وكل مضموم فلن يتم يعني مش راح يتم مضموم إلا بضم الشفتين ضمة بالحاجة للشفتين وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم الكسرة لازم تحكي هيك مالكي مالكي يوم الدين مالكي يوم الدين شوفوا هذا احتساب عند الله عز وجل احنا جالسين ونتعلم أعظم سورة في القرآن شوفوا بالله عليكم الأجور راح تحصلوها اخلصوا لي لله يا إخوان إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين تاز إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين مش نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم من الأخطاء الشائعة اللي بقع فيها الناس بيقول لك اهدنا الصراط المستقيم المستقيم السين حولها لصاد والتاء حولها لطاء فهمتوا؟
كثير اللي بيقول اهدنا الصراط المستقيم، غلط. اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. قول السين مظبوط، مستقيم، مستقيم. عندك ملاحظة؟ خلينا هاي نحكي بعد ما نخلص الفاتحة، من نحكي للأسئلة والأجوبة عشان تقدر تتعلق على القراءة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. ما تقول لي أنا عمت، أنا عمت، غلط. بدك تسكن النون. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. نعيد كمان، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. في فرق بين واحد يقول عليهم، هم غلط، لازم يقول عليه، عليهم، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. هسه في عندنا مد، لازم نمده، مد لازم كلمة. ولا الضالين، ولا الضالين، مع بعض بدنا على قلب رجوع. ولا الضالين، الشباب كلها بتقرأ الفاتحة، حسب بناخذ ركعتين ركعتين كل واحد فينا نخلص الصلاة تريحونا. طيب على العموم هسه احنا ما شاء الله كل الغالب غالب قرأها بطريقة كويسة. في ملاحظات ممكن الإنسان يتداركها واحنا بنحكي فيها، يعني بيكون هو فاهمها غلط، لما نقرأها بالطريقة الصحيحة يعدل قراءة الفاتحة. أنا بدي أحد الإخوة يتبرع، فيش فيها خجل إخواني، يقرأ الفاتحة زي ما قرأنا. في مجال واحد يرفع إيده؟ في حلمي، يلا حلمي اقرأ لنا إياها بالله. الأخ حلمي جزاه الله خير، تعال هنا يا حلمي الطويل، الله يجزيك خير. هي قاعد بارتيو. هو دائما متبرع، الله يجزيكم خير. قرب المايك عندك هيك، قرب المايك، وعشان نحكي لك الملاحظات. إحنا هذه قراءة الفاتحة كل واحد هيك يعدل حاله عنه، واللي عنده خجل إخواني ما يستحي يجيني على الانفراد. أنا بكون قاعد برا قاعد جوا، يجي يقول لي بدي أقرأ عليك الفاتحة وبس، ما يقرأ يعني أي شيء ثاني. يلا قبل ما بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. شوف الرحمن الرحيم، لا جابها كسره ولا جابها ضمه، الرحمن مش يعني الغالب هيك بجيبها، لا هي فتحه ولا هي كسره ولا هي ضمه. الرحمن، الرحمن الرحيم. يلا الرحمن الرحيم، ماشي. مالك يوم الدين. لا حبيبي مش مالك يوم الدين، احنا نقرا روايه حفص عاصم من طريق الشاطبي. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، كويس، صراط الذين أنعمت عليهم. لا أنعمت إخوان هيك حكينا لهم شوي، كيف قرأناها بالله أنعمت؟ مين يقول لي كيف قرأناها؟ أحسنت، أحسنت يا عم أبو علاء، أنعمت، مش قول أنا عمت، لا ما يقلقل لي. يلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحسنت، أحسنت. في ملاحظة ذكرني فيها، في ناس بيحكوا غير المغضوب، ضوبي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين غير الضالين، الضالين اللي بيستظل تحت شيء، تحت أي شجرة، تحت مظلة، بيظبط أموره. الضالين من ضل عن الصراط، مين هم يا إخواني؟ الضالين؟ ها؟ اليهود غير المغضوب عليهم، اليهود ومن وافقهم، والنصارى ومن والضالين والنصارى ومن وافقهم.
واضح اخواني؟ غير المغضوب، احنا بسمونا لغه عربيه يقول لغه ايش اخواني؟ الضاد، مش الضاء. يعني واحد بيقرا الضاء لما يجي كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ايش؟ ناظره من النظاره. شو بيقراوا؟ وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. الثنتين جابن بالضبط، الاولى ناظره من النظر الى ربها ناظره من النظر. فاخواني نركز على هذه المساله. في حدا كمان بده يقرا لنا؟ العم دلو، شو رايك تقرا الفاتحه من عندك؟ شو رايك؟ اي واحد يتبرع له. يلا تفضل حبيبي. هاي استاذ شوي ابو انس شوي. ايوه اقرا ابو انس بعدين بيقرا. اخوان انتبهوا لانه صوت ابو انس واطي. يلا يا ابو انس، احنا معانا بس اقل من 5 دقائق ونبلش الصلاه ان شاء الله. ايش فيها مد كثير؟ الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. كويس يا ولد. مالك يوم الدين. احسنت، جود جاب. اياك نعبد واياك نستعين. ممتاز. اهدنا الصراط المستقيم. لا مستقيم قلنا قبل شوي، مصطفى المستقيم. ايوه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. لا تشد عليها كثير، بس صراط الذين أنعمت عليهم. ما تقولش أنعمت، تشدش مني. صراط الذين أنعمت عليهم. أيوة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تكبير. ممتاز يا أبو أنس، ما شاء الله. أخونا هون بالله بدنا نأخذ بس كمان نموذج القراءتين وبعدين خلاص. واحد من الشباب يقرأ، تفضل يا أبو الله إذا سمحت. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد ضمة الدال، ظبط لي اياها. نعبد سنت ما شاء الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسنت ما شاء الله. تكبير. نرجع. أعطيه إجازة خلاص، خليه ينبسط. نعيد الفاتحة كم مرة؟ آخر مرة وخلاص، بعدين خلاص خذ المجلس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرك حرك حرك، هاي رياضة، رياضة الفك. يقول ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه القرآن إلا رياضة امرئ بفكه. لازم تحرك حتى يصير ايش فيه ليونة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.